ينضم إلينا من حيفا مشاء العاد المسؤول السابق في الجيش الإسرائيلي. أهلا بك معنا. بداية السؤال ينطلق من المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تصل إلى القطاع، خاصة شمال القطاع والمتوقفة إليه هذه المساعدات. لماذا برأيك الجيش يوقفها أو يعرقل وصولها إلى الشمال مع أنه أهالي الشمال بحاجة شديدة إليها في الوقت الحالي؟ مساء الخير. أهلا بك. في هذه المنطقة هناك يعني في حرب بين جيش الدفاع الإسرائيلي وحماس، فلذلك مرات يعني في وقت الحرب يجب أن تقف العملية العسكرية وتعطى الفرصة لتوزيع المواد الغذائية والطعام بشكل عام، ومرات يعني عم بوقفوا لأنه من أسباب عسكرية. بشكل عام إسرائيل فتحت كل هذه المنطقة إلى مئات من الشاحنات خلال نهار واحد، يعني ما في هناك لا تجويع ولا تعطير ولا شيء من هذه الناحية، فلذلك يعني مرات في وقف تكتيكي في منطقة معينة. نعم. طيب لنتحدث أكثر عن موضوع يعني الهجمات الإيرانية أو الرد على إيران، الرد الإسرائيلي على إيران، وتماما الحديث كان عن يعني تأجيل نتنياهو لزيارة غالانت. كان يقال بأنه غالانت كان في طريقه إلى المطار وجاءه أمر من نتنياهو بعدم السفر مع أنه الدعوة كانت موجهة من البنتاغون إلى غالانت. لماذا برأيك بآخر دقيقة تم إلغاء هذه الرحلة؟ أعتقد أن هناك خلافات بين سيد نتنياهو ورئيس بايدن، وهنا المشكلة، وأعتقد أن هذا ما لوش أي علاقة في موضوع غالانت كوزير دفاع. كان له دعوة من نظيره في أمريكا سيد لويد أوستين، وطبعا لازم أن يحترمها خاصة في هذه الأيام بخصوص الهجوم المتوقع في إيران، ولكن أعتقد المشكلة تنحل بعد المكالمة الهاتفية متوقعة بعد ساعة أو ساعتين بين بايدن ونتنياهو. يعني ما في أي مشكلة داخل الحكومة. نعم. مع أنه كان هنالك مشاكل قبل ذلك، يعني كان هنالك حديث عن مشاكل ما بين غالانت ونتنياهو قبل الإعلان عن الجبهة الشمالية ضد حزب الله والتي اتفق عليها أو كان هنالك إجماع عليها في الحكومة الإسرائيلية، ولكن في الإعلام الإسرائيلي يتناولون بأنه عاد الخلاف ما بين غالانت ونتنياهو، أم أن هذا الكلام غير دقيق؟ كان خلاف بالسابق، وحتى أعتقد أن نتنياهو هدد غالانت بإكالاته وتعيين وزير آخر جيدون سار، ولكن هذه الأيام أعتقد مرت ونحن في مرحلة جديدة. معناش خبر عن إذا في خلافات جديدة بينهم، ولكن أعتقد أن هناك يعني خلافات مهنية، خلافات بالنسبة للأمور عسكرية وأمور أمنية، ليس خلافات شخصية أعتقد. نعم. بالنسبة للمكالمة التي من المقرر أن تتم اليوم بين بايدن ونتنياهو بخصوص الرد على إيران، ما المتوقع بأن يتم أو النتيجة، نتيجة هذه المكالمة، ما المتوقع أن يكون شكلها؟ أعتقد أن نتنياهو زي أنا فاهم يقول لسيد بايدن شيء مهم جدا، ليس سرا أن المخططات النووية الإيرانية كانت دائما هدفا إسرائيليا وأمريكيا، هذا بالتأكيد مظبوط. صح أن حاليا الانتخابات الأمريكية بعد شهر، وهذا كمان يفرض يعني قيود على الإسرائيليين، ولكن بعد الهجومين الصاروخية على إسرائيل نفذتها طبعا إيران، تعلمنا أن إيران جادة فهي تهدد وتنفذ. لهذا السبب يجب أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، لأنها ستستخدمه لأهداف تدمير شعبنا وسكان بلادنا في إسرائيل. أعتقد
أعتقد أن الهدف حاليا نتنياهو راح يقول لبايدن أن ثلاث أهداف متوقعة: المفاعل النووية الإيرانية طبعا، الوقود والغاز، مستودعات الوقود والغاز وحتى المنشآت في عدة أماكن في إيران، والهدف الثالث هو طبعا مقرات ومعسكرات إيرانية للسلاح الجو وللدفاع الجوي الإيراني. ولكن كانت الإدارة الأمريكية واضحة مع إسرائيل بأنه لا يجب على إسرائيل أن تهاجم أي مواقع نووية ولا مواقع وقود كذلك. هل سيمضي نتنياهو بمهاجمة هذه المواقع حتى مع عدم الموافقة الأمريكية برأيك؟ لا أعتقد أن نتنياهو لما يسمع كلام واضح من الرئيس بايدن فأعتقد أن لا يتجاوز يعني من هذه الكلام ولا من الوعود. في وعود إسرائيلية لأمريكا، لا ننسى أن هي صديقتنا ودائما تقف جنبنا، فيجب أن يكون مع، لا أكون أن هي تؤمر إسرائيل، ولكن تنسيق يجب أن يكون، تعاون يجب أن يكون. طيب. بالنسبة لهذا التنسيق الذي تتحدث عنه، في الفترة الأخيرة كان هنالك الكثير من التصريحات الأمريكية خاصة في الأمس يقولون بأن نتنياهو لا يستمع لبايدن، وبأن بايدن فقد الأمل من أن يتحدث مع نتنياهو لأن نتنياهو يفعل ما يريد فعله. وكان هنالك كذلك حديث يعني عن أنه الإدارة الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية مستقلة باتخاذ قرارها، وكان هذا يخرج على الإعلام الإسرائيلي بأن إسرائيل مستقلة في قرارها. ما رأيك أو ما قراءتك لهذه التصريحات الإسرائيلية؟ صحيح، إسرائيل يعني دولة مستقلة ومستقلة بقراراتها. أعطيك مثل على موضوع اغتيال فؤاد شوقي في بيروت. اغتيال فؤاد شوقي في بيروت كان يعني دون خلينا نقول تنسيق مع الأمريكان أو معرفة الأمريكان كانت، ولكن ما كانش يعني اتفاق أمريكي. ليش؟ لأنه هذا كان برأيهم، برأي الأمريكان، هجوم على عاصمة عربية وهي بيروت. من ناحية ثانية فؤاد شوقي كان مطلوب للأمريكان، حطوا على رأسه يعني 7 ملايين دولار، لأنه قتل أكثر من 300 أمريكي في عام 1983. فقال له رئيس الحكومة لبايدن: كيف أنتم كأمريكان يعني تمنعون العدو المشترك تبعنا أن نقتله؟ فأعتقد أن أستاذ مشي ليس فقط قضية شكر، يعني حتى الأمين العام لحزب الله كان هنالك في صحيفة وول ستريت جورنال تم ذكر بأن أوستن قال للحكومة الإسرائيلية: إذا قررتم اغتيال نصر الله هل أنتم جاهزون للبقاء وحيدين في الساحة؟ يعني هنا، وكذلك اجتياح رفح، الكثير من القرارات تم اتخاذها دون موافقة الإدارة الأمريكية. هل الرد على إيران سوف يتم اتخاذه من دون موافقة الإدارة الأمريكية؟ صحيح، كان غضب كبير من قبل الأمريكان بخصوص نصر الله، ولكن يجب أن نفهم، المثل العربي يقول هذا اللي يده بالنار مش ذا يده بالماء. يعني هم الأمريكان ما بيفهموش شو معناته يعني تهديدات نصر الله بالنسبة لإسرائيل. فلذلك اغتيال نصر الله يعني كان مخطط من زمان وحاليا تنفذ. على كل يعني إسرائيل يعني تأخذ قراراتها بشكل مستقل جدا، ولكن يجب أن يكون تنسيق، وكان ويتم تنسيق بين إسرائيل وأمريكا بخصوص 100,000 أمور في هذه، في خاصة أثناء هذا الحرب. ولكن مرات يعني في خلافات، لأنه زي موضوع نصر الله مثلا وموضوع فؤاد شوقي، وفي إذن بالنسبة لإيران هذا يعني كيف نقول يعني هذا الملعب الكبير. فالملعب الكبير يجب أن إسرائيل تفهم أن يجب أن تستمع إلى كل إرشادات أمريكا، لأنه نعم. هنا شكرا لك، داهمنا الوقت، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من حيفا مشاء العاد المسؤول السابق في الجيش الإسرائيلي.